إلى العراق، حيث تصاعدت حدة التوترات بين حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان بعد الهجوم يوم الجمعة بمسيرات، والذي طال مقر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني في أربيل، حيث يعتقد بأن ميليشيا موالية لإيران تقف وراءه. اعتبر رئيس حكومة الإقليم أن تقاعس الحكومة الاتحادية عن الرد المناسب على هذه الميليشيات هو ما يشجعها على مواصلة ارتكاب جرائمها. وفي وقت لاحق أفاد بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية بأن رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني وجه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق في الاعتداء على مقر زعيم الحزب الديمقراطي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد مراسل المشهد مصطفى سلمان. مرحبا بك مصطفى. إذن مصطفى، ثمة هجوم بالمسيرات على قاعدة الشدادي في سوريا، أيضا كنا نتحدث عن الهجوم على مقرات بيشمرغا الكردية في كردستان، والذي يعني أثار بعض اللغط، بيانات متضاربة وتراشق للاتهامات. هل من جديد مصطفى؟ نعم، يعني البيانات ما زالت تتواتر في منصات تابعة لما يعرف بالفصائل العراقية المقاومة، والتي تعلن عن تبنيها استهداف قاعدة الشدادي وقاعدة أخرى قبل أقل من 10 دقائق من الآن، وهي يعني حقل كوليكو في العمق السوري، وقالت إن تم استهدافه برشقة صاروخية، إلى جانب بيان يعني سابق لفصائل المقاومة العراقية قالت إنها استهدفت قاعدة الشدادي بالطيران المسير. هذه الفصائل في بيانات سابقة قالت إنها اتخذت سبيلا وحيدا للمقاومة، وإنها لن تتراجع عن هذا السبيل لردع أي هجمات تجري على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. والقواعد العسكرية في العراق والقواعد العسكرية على داخل العمق السوري تشهد استهدافات متكررة بالصواريخ والطيران المسير. هذا من جانب. من جانب آخر، يعني الاستهداف الذي طال ما قالت عنه حكومة إقليم كردستان مقرات لقوات البيشمركة الكردية في مصيف صلاح الدين، وهي المنطقة المحصنة الكردية، يعني هو أول استهداف يطال قوات عراقية معترف بها لدى الحكومة العراقية، وهي قوات البيشمركة الكردية. هذه الطائرات المسيرة التي استهدفت مصيف صلاح الدين استهدفت مقر تابع لرئيس أو زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ومسرور بارزاني رئيس الحكومة، وعلى أثر ذلك صدر بيان شديد اللهجة من حكومة إقليم كردستان، يعني إلى حد ما حمل بغداد المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات، وقال إن الجماعات الخارجة عن القانون والتي ترتبط بالحكومة وتأخذ سلاح من الحكومة والمال تستخدم هذه الأسلحة والأموال لاستهداف إقليم كردستان وزعزعت أمن إقليم كردستان. وقال أيضا إن حكومة إقليم كردستان وقوات البيشمركة قادرة على حماية الأمن الإقليم وإنها تحتفظ بحق الرد. يعني البيانات تواترت من كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا داخل البرلمان العراقي، التي استنكرت الهجوم وقالت إن على الحكومة العراقية تقديم الجنات إلى العدالة بأسرع وقت. آخر ما صدر من حكومة إقليم كردستان هو ما صدر من وزارة البيشمركة الكردية، التي دعت إلى ضرورة تقديم من استهدف إقليم كردستان الأخير خصوصا قوات البيشمركة إلى العدالة وكشف الجنات، وقالت أيضا إنها تحتفظ بحق الرد وأنها ستتعامل مع أي هجوم آخر بذات القوة، وأنها لن تسكت أمام يعني الهجمات المتكررة. بالمقابل بغداد استنكرت كل التصريحات التي صدرت من حكومة إقليم كردستان وقالت إنها اتهامات غير مبررة وكاذبة وغير دقيقة، وأنها تستبق كل التحقيقات التي يجريها فريق متمكن ورفيع وعالي المستوى في العمليات المشتركة العراقية، والذي سيكشف كل ملابسات الحادث. الحكومة العراقية تلتزم أو تعلن دائما أنها تلاحق كل المجاميع التي تزعزع أمن البلاد، وأنها لن تقبل استهداف أي قاعدة عسكرية في العراق سواء في إقليم كردستان أو غرب العراق. شكرا مصطفى سلمان مراسل المشهد من بغداد على كل هذه المعلومات.